ينضم إلينا من العاصمة الأثرية باكو الكاتب الصحفي السيد أحمد شهيدوف. سيد شهيدوف، بعد التحية، إذن أذربيجان تقول أنها أرسلت مسودة لاتفاق سلام إلى أرمينيا، هل يمكن أن نتوقع ما جاء في هذه المذكرة أو في هذه المسودة لاتفاق سلام بينها وبين أرمينيا، وأيضا هل يمكن أن نتوقع رد الفعل الأرميني تجاهها؟ نعم، أنا أعلم أنه بعد 24 ساعة من العمليات العسكرية فإن أذربيجان قد أرسلت هذه المسودة، مسودة السلام، حتى تضمن أن يعم السلام في المنطقة. واليوم فإنه مجموعة من السياسيين والعسكريين في أرمينيا يلتقون مع وفد من أذربيجان، وسوف يتم المباحثات حول هذه المسودة. فإن أذربيجان تسعى إلى وجود حل للسلام مع أرمينيا، وأن يكون هناك اتفاقية بوساطة روسية، وأيضا أن يتم احترام سيادة أذربيجان على هذه المنطقة، على هذا الإقليم، إقليم كارباخ، وأن يكون هناك فرصة من أجل إعادة السلام بين الدولتين. واليوم أعتقد أنه سيتم الاتفاق على الموقف في كارباخ. وبالنسبة لأذربيجان فهي لا تسعى إلى الاعتداء على أراضي أرمينيا، ولكن تسعى إلى مكافحة الإرهاب، وأن يكون هناك سيادة لها كاملة على هذه المنطقة، لأن أذربيجان تعتبر أن هذا الإقليم هو جزء لا يتجزأ من أراضيها، وإن أرمينيا قد أنشأت الكثير من القواعد العسكرية هناك. وأذربيجان قالت أنها لا تسمح بذلك، ووفقا لهذه الوثيقة، وثيقة السلام، فإن أذربيجان لا تريد أي عمليات عسكرية، لكنها تريد أن تكون كل مناطق إقليم كارباخ تابعة إلى أذربيجان، وأن تنسحب القوات العسكرية الأرمينية. وأظن أن هناك الآن فرصة للسلام، وأعتقد أن أرمينيا لابد أن تكون أيضا مرحبة بالسلام في هذه المنطقة، نعم، من أجل ضمان حقوق الإنسان في أرمينيا وأذربيجان على حد سواء. نحن الآن على أو بعيدة ساعات قليلة من عملية وقف إطلاق النار التي جرت بين الدولتين، بين أرمينيا والانفصاليين وبين أذربيجان. هل نحن بحاجة إلى عمليات بناء الثقة قبل الحديث عن أي اتفاقيات سلام بينهما؟ هل لك أن تعيد علي السؤال مرة يعني أخرى؟ كنت أقول نحن لم يمر سوى ساعات قليلة عن وقف إطلاق النار الذي جرى بين أرمينيا وأذربيجان، هل نحن أولا أو لابد من أن يكون هناك إجراءات لبناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان قبل الحديث عن أي اتفاقات أو اتفاقات سلام تجرى برعاية الروسية؟ أنه إلى الآن لا يوجد أي اتفاقية، وإن أذربيجان هي مجرد العارضة لهذه المسودة، مسودة السلام. لا يوجد أي اتفاقية اتفق عليها الجميع إلى الآن،
والذي أريد أن أقوله هو أن هناك بعض الشروط التي على أرمينيا أن تلتزم بها، وذلك من أجل احترام سيادة الآخرين، وإلا ده لم نحارب ضد أرمينيا، ولكن لنا قمنا بعمليات عسكرية ضد الإرهابيين في كارباخ. هؤلاء مجموعات من الانفصاليين، فأنت تتكلم عن بناء الثقة، نحن نتكلم عن بناء الثقة مع أرمينيا، ولكن الذي حدث هو كان ضد مجموعات إرهابية. هذه المجموعات التي سببت هذه العمليات العسكرية، وإننا لنسعى أن تتوقف هذه العمليات الإرهابية في الإقليم بواسطة مع روسيا، و إن هذا الإقليم لابد أن يكون تحت سيادة أذربيجان. نعم. وبالنسبة لأرمينيا فالأمر لا يهمهم البتة، لأن أرمينيا لم تأتي إلى هذا الإقليم ولم تفعل أي شيء فيه، ولكنها مجموعات انفصالية، وأنا أعتقد أن كل السكان من الجنس الأرميني في كاراباخ لا يريدون أي تصعيدا الموقف، إنه ليس لدينا أي صراع مع أرمينيا، هذا الذي أريد أن أقوله، ولكن المفاوضات القادمة ستكون من أجل تطهير إقليم كاراباخ ممن ينفصلون الانفصاليون الذين لديهم الكثير من الأعمال التي تهدد استقرار أذربيجان. لذلك فنحن نضع ذلك في أولوياتنا، إن القوات الأرمينية الموجودة والتي لديها الكثير من القواعد عليها أن تنسحب، هذه هي القضية باختصار، وهذه هي المشكلة التي لابد أن تحل من جذرها. سيد شهيدوف، وأنت تتحدث الرئاسة الأذرية تقول أنها تعتزم عقد اجتماع آخر أو اجتماع ثاني أو محادثات ثانية مع ما يسمون بالانفصاليين الأرمينيين في ناغورنو كاراباخ، وأيضا تقول أن الرئاسة الأذرية قدمت خطط لدمج أرمن كاراباخ في أذربيجان. هل لديكم أي تصور حول هذه الخطط التي قدمتها الرئاسة الأذرية لدمج الأرمينيين الأصل الموجودين في كاراباخ داخل الهوية الأذرية؟ كما قلت من قبل، إن الصراع القديم قد انتهى بالفعل، وإن أذربيجان تسعى إلى السلام، وهي تحترم كل السكان من أرمينيا الذين يقصدون أذربيجان، ولكن هي تقول أن الجماعات المسلحة في الإقليم لا بد أن تنسحب. هذا هو سيكون الحوار من قبل الرئاسة الأذرية، ولأننا نعلم أن هناك احتمالية أن يكون هناك الكثير من العمليات العسكرية إذا لم يطبق هذا الشرط، وإذا أذربيجان أخذت على عاتقها أن تحارب هذه الميليشيات التي تمتلك السلاح في إقليم كاراباخ. لكن ليس هناك أي حرب بين البلدين أرمينيا وأذربيجان، بل البلدين يعيشان في أمان، ونحن نعلم أنه لم يكن هناك أي تدخل عسكري منذ 2022، وكل الإرهابيين وكل من يمتلكون السلاح الأرمينيين في الإقليم هم الذين تستهدفهم على الرئاسة الأذرية،
ونحن نسعى إلى فرض سيادتنا. واليوم خلال اللقاء من مبعوث أرمينيا وأذربيجان، أظن أنه سيتم التركيز على إقليم كارباخ وأن يتم فصله عن كل ما يهدده من أخطار وهم الميليشيات، وسيتم تطوير الإقليم من جهة الأمن الغذائي ومن كل ما يؤدي إلى تطويره. وبالنسبة لأذربيجان فهي تعمل عن كثب في هذا الصدد حتى تحقق الحرية لكل من يسكن هذا الإقليم وكل من يحترم ذلك ويحترم سيادة أذربيجان. وأذربيجان من جانبها تحترم القانون والقوانين الدولية برمتها. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي السيد أحمد شاهدوف، شكرا جزيلا، كنت معنا من العاصمة الأدرية باكو.